مناشدة إلى السيد مقام القرنة ليهيئ لنا بناية إنشاء قسم خاص لهيئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومع العلم أن هذا القسم حصل على الموافقة من وزارة العمل، ولكن لا نرى أي مساعدة من السيد المقام لإيجاد مبنى إن هذا القسم لو إنشئ ويعني وأكمل إن شاء راح يوفر مساعدة لعشرين ألف أو أكثر من المعاقين، بدل ما يروحون للبصرة ويراجعون دائرة الهيئة ذوي الإعاقة، يجون هنا أقرب لهم في قضاء القرنة إكمال معاملاتهم.